افتتح محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بمعية مدير مديرية مدينة المكلا وعدد من الوكلاء وقيادات السلطة المحلية في المحافظة موقع الإنزال السمكي للمشروع الرابع لمدينة المكلا بعد إعادة تأهيله بتمويل من الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسية مركز دعم الأزمات وبتنفيذ من الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي. بعد إعادة تأهيله بصفته مشروعاً ورافداً حيوياً للمدينة يستفيد منه الكثير من المواطنين، وافتتح موقع الإنزال السمكي للمشروع الرابع بعد إعادة تأهيله بتمويل من الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسية مركز دعم الأزمات وبتنفيذ من الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي خبراء فرنسا. مشروع سيقدم خدمات كبيرة في مجال الأسماك وأيضا في مجال تنظيم وتسويق الأسماك وإنزالها بشكل أكبر. تم تصميمه بما يلائم التقنية الحديثة من كاميرات ومن أرصفة حديثة، وأيضا ستكون هناك فيه مجال للخزن والتبريد. نحن سعداء أن نفتتح مثل هذه المشاريع في مدينة المكلا. تم عمل أرضيات كاملة لتحسين جودة تحرك الأسماك وتداولها، وأيضا عمل مكاتب إدارية للجمعيات السمكية لتنظيم أعمال المشروع والموقع، وكان هناك في تدريبات وبناء قدرات للصيادين فيما يخص التسعير وترويج الأسماك والتعامل مع جودة الأسماك تصديرها وتسويقها للقطاع الخاص. في حفل اختتام مشروع دعم صمود قطاع الأسماك في اليمن للحفاظ على سبل العيش وتعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في التعافي بعد الأزمة، يعد المشروع الرابع موقعا مهما للإنزال السمكي للسفن الكبيرة الخارجية. كان لابد أن يرتقي إلى مستوى الخدمة الجيدة والجودة العالية كما يوفر فرص عمل للكثير من المواطنين. يحظى باهتمام السلطة المحلية في المحافظة وأيضا الجمعيات وأيضا الشركات بكونه موقع إنزال رئيسي جدا للقوارب الكبيرة، وكان لابد أن يرتقي إلى مستوى الخدمة الجيدة والجودة، وأعتقد أنه اليوم شكله المقبول لدينا، متطلعين طبعا إلى تطوير هذا المشروع في المرحلة الثانية أيضا وإن شاء الله نراها قريبا. طبعا مشروع إنجاز مشروع الرابع أو إعادة تأهيل مكونات أو بعض مكونات المشروع الرابع كان وهو يعتبر من المشاريع المهمة جدا، وخصوصا موقع هذا المشروع في عاصمة المحافظة في مدينة المكلا. وأهمية هذا المشروع أنه سيقدم خدمات كبيرة وسيخلق فرص عمل أيضا كبيرة للشباب، ويجب أن يتم الاهتمام بهذا المشروع وأن يستفاد من جميع الأطراف. تأهيل المشروع الرابع وجعله يعمل بقدرة وكفاءة عالية وفق أنظمة متطورة يمثل نقطة بداية للارتقاء بالمجال السمكي، وخطوة يجب أن تتبعها خطوات أخرى للارتقاء أكثر فأكثر. فالموارد البحرية التي يتميز بها الشريط الساحلي بحضرموت حري بالجهات المعنية إلىها الاهتمام الكامل والعمل على تطويرها للاستفادة من ثروات البحر. لقناة المكلا فيصل الجابري.